السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله الفوز للفريق البركاني. مباراة صعبة ما بين الطرفين وما بين مازيمبي الكونغولي. ان شاء الله بالحضور الجماهيري الكثيف اللي غادي يكون ان شاء الله غدا، كنتمنى ان شاء الله الفوز والعودة في النتيجة، وباش نفرحوا كاملين ونفرحوا الجماهير المغربية عامة. بالنسبة للتوقع ديالي كنتمنى ان شاء الله غير واحد 2-0 لصالح الفريق البرتغالي ونعبروا للنهائي ان شاء الله. بالنسبه للغيابات فلحد الساعه مازال ما توصلوا بشي حاجه بالنسبه للغيابات. السلام عليكم، انا جاي من بلجيك خصيصا باش نتفرج الماتش، وبغينا بركان باش يدير ريمونت غدا ان شاء الله، وراه جاو الناس بالانجليز، جاو فرنسا من بلجيكا، انا جيت من بلجيك بروكسل، وكاين الانصار في بلجيكا بزاف راهم يسافروا باش ان شاء الله غدوه تكون بركان توب ويلعبوا رجال والجرينتا، وان شاء الله يغلبوا لنا ب 3-0 باش ما كانش 3-0 ان شاء الله نقتلوا الماتش باش ما كاين، والجمهور راه يساندكم الدقيقه الاولى حتى التواله، وانتم كونوا رجال، اللعاب يكونوا رجال، الاداره راه معاكم، كل شيء راه معاكم، المغرب كامل راه معاكم، ورجاليه مقيمه بالخارج راه واقفه معاكم، وانا جيت خصيصا من بروكسل نفرج الماتش، وفيف بركان وفيف القجع، ونتمنى ان شاء الله الانتصار غدوه بواحد 3-0. 3-0 كالفين ان شاء الله، ورانا معاهم ان شاء الله، الجمهور راه كلشي راه معاه، بركان كامل راهم يشجعوا معاهم ان شاء الله. تيبي مازامبي ما تخلعناش فيف بركان، اللعبه يديروا الجرينتا ويلعبوا رجال. ونتمنى ان شاء الله الفوز، ان شاء الله نفوزوا. بسم الله الرحمن الرحيم، حنا كجمهور ديال مدينه بركان جيت سعداء بهذا العرس اللي كتشهدوا المدينه، الا وهو نصف النهائي ديال الكونفدراليه الافريقيه ديال كره القدم. نتمنوا الفوز لفريقنا الغالي اللي هو النهضه الرياضيه ديال بركانيه اللي حقق نتيجه صعبه في الذهاب، ونتمنوا في الايام ان شاء الله تكون نتيجه مشرفه وتسعد الجماهير البركانيه والجماهير المغربيه بصفه عامه. كنبغيو نهنئوا قبل الفريق الوداد البيضاوي على النتيجه اللي حققها امس للصعود النهائي، ونتمنوا تكمل الفرحه ديالنا بالصعود ديال النهضه الرياضيه ديال البركانيه وتحقق واحد الفوز ديال 3-0 ان شاء الله بالمسانده ديال الجماهير البركانيه اللي غادي تكون حاضره بكثافه في هذا العرس الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى تكون المقابله ان شاء الله غدا في المستوى، وان شاء الله تكون في صالح النهضه البركانيه والجمهور البركاني والجمهور المغربي بصفه عامه. هذه المقابله ماشي محليه كما نقولوا على الصعيد الافريقي، ونتمنى ان شاء الله الفوز للنهضه البركانيه بشي حصه اللي كما نقولوا تشرف الرايه الوطنيه، ونتمنى تكون ان شاء الله مقابله في المستوى. وشكرا للموقع اللي كما نقولوا اللي كيبثوا معنا هذه المقابله وتواصل معنا، وشكرا للجميع والسلام عليكم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.